المساواة في الإرث بين النساء والرجال أصبح اليوم ضرورة ديمقراطية. علاش؟ أولا لأن العصر ديالنا هو عصر ديال المساواة بدون تمييز، لا بالجنس ولا باللون ولا بالعرق ولا بالعقيدة ولا بالنسب العائلي أو القبلي. جميع أنواع التمييز خاصها تزول. من جهة أخرى، لأن المساواة بين الرجال والنساء هي مساواة كتكون عندها مردودية اجتماعية ومردودية اقتصادية، وكتضمن كذلك الاستقرار ديال البلاد. الحجة اللي كيقدموها الناس بأن الدين هو المانع من أن المرأة تأخذ نفس حق الرجل في الإرث هي واحد الحجة اللي اليوم ما بقاش ممكن العمل بها، لأن القوانين كتمشى ديما مع الواقع ديال الناس. ما يمكنش واحد القانون ثابت يعطي ديما الحق للناس في واقع متحرك. القوانين كتحرك مع الواقع الإنساني، باش موقع التحولات كتحول القوانين حتى هي، باش موقع تغير إلا وكتغير القوانين. علاش؟ باش تكون ديما في المستوى ديال الانتظارات ديال المجتمع، وتحقق ديما العدل وتحقق المساواة وتضمن الكرامة للجميع. فلما الآية للذكر مثل حد الأنثيين توجدات هذه 1400 عام، كانت المرأة في الحريم، كانت المرأة ما كتخرج شيء وما كتعملش بجانب الرجل وما كتنتجش الثروة، ولهذا تعتبر الرجل وصي على المرأة وتعمل نظام ديال القوامة. ولكن اليوم هذا الوضع كله تقلب رأسا على عقب. المرأة اليوم منتجة للثروة ومشاركة في المجتمع في جميع القطاعات الحيوية، وتبتات الكفاءة ديالها في كل المجالات، بل ولات متفوقة في عدد من المجالات سواء كميا أو نوعيا. ويكفي نشيروا بأن 63% من النتائج ديال التفوق الدراسي هي لصالح الإناث، بينما 37% فقط للذكور، وهذا كيأثر على الكفاءة وكيأثر على المردودية وعلى كل النشاط العملي ديال الرجل والمرأة في المجتمع. ولهذا كنشوفوا بأنه في الزمن ديالنا باش البلد ديالنا ما تبقاش كتنعت دوليا بأنها من الدول المهينة للمرأة ومن الدول اللي فيها الميز ضد المرأة، لأننا كنحتلوا واحد المرتبة مخجلة للأسف، باش هذا الشيء ما يبقاش، من الضروري مراجعة كل أشكال التمييز ضد المرأة وكل القوانين ديال التمييز، ومنها القانون ديال اللي كيميز في الإرث، لأنه اليوم الرجل والمرأة مسؤولين بجوج على الأسرة، مسؤولين بجوج على الأبناء، مسؤولين على الحياة المشتركة بجوج، ومساهمين في الثروة بجوج. ولهذا ما باش ما يكونش هناك شعور بالظلم عند المرأة، لابد من المساواة في الإرث بيناتهم.